الست راحت راحت راحت. أيها الإخوة المواطنون، لم يكن لمنظومتنا العسكرية أن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد سباق التسلح يشتعل من حولنا، مما أصبح يمثل تهديدا متزايدا لأمننا واستقرارنا. وتأكيدا على ريادتنا في مجال التصنيع الحربي، وتتويجا لخمسين عاما من الجهد والعرق، تعلن الهيئة العربية للتصنيع الحربي وبالتعاون مع مصنع قاهر لصناعة المدرعات، وبالتكامل مع مصنع 35 لصناعة الصواريخ، وبالاشتراك مع مصنع 17 الحربي لصناعة هياكل الطائرات، وبالتعاون مع مصنع 202 الحربي لصناعة الدبابات، يعلنون جميعا عن باكورة انتاجهم المشترك الردع 2. ينادي يا ثوار عدو ذا غدار. الردع 2 طامحل الاربع قطع زائد صفاية بطاطس. ان صناعتنا العسكرية المتطورة والتي فاجأت العالم من قبل بالبوتاجاز 4 شعلة وفرن تبهر العالم اليوم بالردع 2 طامحل الاربع قطع زائد صفاية بطاطس. يصنع من الالومنيوم النقي والذي يستخدم في صناعة الطائرات، لا يلتصق به الطعام، فهو مزود بقاعدة من الفولاذ المعالج والذي يستخدم في صناعة الدبابات. ولا يزال خبراؤنا ومهندسونا يعكفون على تطوير الردع 2 وتزويده بغلاية لبن ذو فوهة ملساء عيار 122 مليمتر. وترقبوا المفاجأة، الصاعقة F3 المطور، صاعق الذباب والناموس، قدرة فائقة على رصد وتتبع وتدمير أي ذبابة أو ناموسة مهما بلغت قدرتها على المناورة والاختفاء. صناعتنا العسكرية المتطورة هي الدرع والأمان لست البيت.